السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذه الحلقة اللي غادي نحاولوا نمرروا التجربة ديال الأخ فائز قرعة 2022، والحمد لله حصل على فيزا مقبولة. أخ غني على التعريف، كان ضمننا كل شيء كيعرفوا في الجروبة ديال الواتساب، والحمد لله كان ديما على تواصل معنا وعلى تواصل مع الإخوان كاع اللي هنا في أمريكا، وكيهضروا على الموضوع ديال القرعة الأمريكية، وراكم تبارك الله كاملين عارفينهم، فكنحييهم أنا بدوري، كنحييهم وكان راه أصلا كنتعاونوا بعضياتنا، فالله يجزيهم بخير. فما نطولش، رجاء سمعوا التجربة ديال السريدة، ما غاديش نحرق المراحل، سمعوه وشوفوا الأسئلة اللي طرحت عليه وشوفوا كيف جاوب. وهذا الشيء اللي بغينا كاع الإخوان يسمعوا الإخوان ديالهم اللي دوزوا المقابلة ويمشيوا إن شاء الله حتى هما نهار المقابلة بخير وعلى خير ويحصلوا على فيزا مقبولة. أنصتوا رجاء. السلام عليكم، فين اخي كمال؟ بخير هنيا ماما. خوانا نعاودك التجربة، بحكم انا ساكن في الرباط رباطي وخدام في كازا، وعارف في تندير لانا، عارف زعما عارف القوالب ديال هادي. واحد انا ما بتش اخويا في كازا، بت في الرباط ومشيت في الطونوبيل، خرجت مع 5:30 ديال الصباح، صافي شدينا الطريق، عارف الطريق منين ندوز منين نمشي. وصلنا خير كازا مع القنصلية بالضبط مع 6:30، ريحت اخويا فطرت، صافي ديك 7:30 اخي مشيت شديت الصف، صافي بداو تيعيطو صحاب 8، بداو تيدخلو صحاب 8:30، تسعود تسودونس اللي كان ديما تسودونس، وصافي دخلت حطيت ديك من ما كنش ما مشيت، انا شريت واحد السروال قليله باش ما لبستش نطاوم من ما هي والو، السوارات الصرف ديك التخربيق كامل خليته في الطونوبيل، و صافي ديت معايا بسطامي والفلوس اللي غادي نخلص، والوريقات الوريقات ديرهم في كلاس صافي. و شديت الصف قلبونا، حطيت ديك شي فانيو دوزو داك لاباراي سير، عاوتاني كاين واحد الصف تا هو تبقى شاد، بقينا واقفين تمايا شحال كيدوزو جوج بجوج، الحمد لله اوروزمون ما كانوا صحاب التجمع بزاف وصحاب فيزا سياحة وداك التخربيق، كانوا قلال ماشي يا خا شي 6 ولا 7 تقريبا اللي كان. المهم دخلنا، جيت دخلنا بجوج بجوج، صافي دخلنا دفعت، تعيطو عليا دفعت داك الباب، منين دفعت داك الباب اخويا باش ندوز ندوز داك الاجراء الامني، بقينا تنسين واحد شويه بما ندخلو الدنيا، صافي اون فوا خوات دخلونا، حتى تعاوشو من داكشي البانيو لا بالصمتة غادي يحيد الصمتة، ولا عندو السوارات عندو شي حاجة غادي يحيدها، مشا هما تدوز من واحد الباب تيكون تيديتيكتي لك شي حاجة ديال الحديد، شي حاجة هاز تليفون لا عندك، انا ما هزيتوش خليتو في الطونوبيل، تليفون لا عندك تتحطو تطفيه اوبليجي تطفيه، واحد البنت راه بين قوسين راه ما بغاش يتطفى، قالت لهم الا تطفى لي راه يخسر ليا في مرة، سكيفيز بقات خرجات، قلت قال واش عندك انا من تخلي برا، قالت لهم هي خرجات لبرا وعاود دخلات المهم راه تعاملوا معاها مزيان، صافي تتمشي تتبقى جالس تتسنى نوبتك، تسنينا راه حيت كانوا سابقيني شي وقال شي 14 واحد، سنيناهم صافي وصلت نوبتي، دخلت كان ديك لاكاس ديال تيخلصوا الفلوس عامره، وعيطات عليا ديك مولات الوثائق باش تفيريفي معايا باش تربح الوقت، صافي فيريفات معايا قالت لي سير خلص عاود ولي لعندي، صافي مشيت خلص 3300 درهم، وليت عندها صافي عطيتها الوراق، انا جايب انا نقولك شنو جايب، عطيتها بكالوريا، عطيتها عقد ازدياد، عطيتها شنو اخر، عطيتها شهادة البوليس حسن السير والسلوك، السجل العدلي، وصافي السرع بشرف، هادو هما 5 الوراقات اللي عطيتهم وفيريفاتهم مزيان، صافي سالات قلت لها هما لي ديبلومات ديالي وداكشي، قالت لي لا بلاش صافي، حتى كونفيرماسيون ديس قالت لي بلاش، باسبور بلاش، فوتوكوبي ديالو ماشي باسبور بطبيعة الحال تعطيها غير فوتوكوبي، قالت لي بلاش، انا خدمتها خديت من ديك 5 الوراقات صافي، و
مشيت خلص جبت لي الروسية جوج بجوجهم، عطات ردت لي الباسبور باش نمشي نخلص، وخلصتها وعطيتها جوج ديال الروسيات صافي، ومشيت جالس نستنى الصف، بقيت نتسنى، دوزت عند القنصلية اللي شارها ظهر شخص القنصل، وصافي بقيت نسينا بزاف، وصافي عيطت عليا، عيطوا لي شبك خمسة، وما وصلتش عيطت ديك لابوليتيس هاي هاو ار يو، وتا هي تقولك هاو ار يو طنط، المهم هاديك المقدمة. صافي سالينا قالت لي هز التيكيه هادي، قسمت I swear all my information is correct. صافي انا هضرت بالانجلي والعربيه بجوج، فاش انا خشيت نهضر بالعربيه كان هما مضطر تنستعمل الانجلي باش نشوف المترجم مثلا ما ترجمش هذاك الشيء مزيان تندخل. صافي قالت لي امتى خديتي الباك، قلت لها انت خديته في 2010، قالت لي امتى بالضبط النهار والشهر، قالت لي امتى بالضبط، انا عطيتها النهار والشهر حتى 21 جون. صافي وقلت لي شنو درتي من بعد الباك، قلت لها قريت وخدمت، قلت لي شنو قريتي، قلت لها لانفوغرافي، والسيد اللي يترجم لنا لانفوغرافي ما عرفش شتو ما ترجمش مزيان، ولا نتدخل، قلت لها جرافيك ديزاين. صافي من بعد سميتو قلت لي شنو تدير دابا، قلت لها خدام في لوبيتال فلان الفلاني بلا ما نسميه، حيت انا مع لا سونتي، وقلت لها شنو تدير تما، قلت لها جرافيك ديزاين، قالت لي ما يمكنش تخدم تما، واش تقاضي حماد وانا نهضر معاها، فاش معاها بالونجلي شرحت ليها، قلت لها انا نخدم سيرفيس كومونيكاسيون وعلى العمل اللي تندير، قلت لي شنو تدير بالضبط، المهم قلت لها انا راه لي نيشان ديريكتور جينيرال، واشنو تدير واشنو تدير واشنو تدير، فصلت لها مزيان تقتها، قالت لي اتس جود اتس جود، وقلت لها وقبل ما تخدم، قلت لي شحال خدمتي معاهم، قلت لها عامين وشهرين، قلت لها وقبل، قلت لها كنت تخدم في سيكتور بريفي، قلت لها تي من شركات، بقيت نعرض لها كاع الشركات اللي خدمت معاهم، حيت انا عندي 8 سنين ديال الاكسبيرونس في سيكتور بريفي، عاد العطا هي غادي 11 عام. ومهم وقلت لي قلت لي واش فاش في السيكتور بريفي خدمتي هاد فاطوم، قلت لي اياه. صافي ما سولتنيش على شي دلائل ولا شي لعيبه، صافي يا خويا، ودازت لي يا اخي المستضيف، قلت لي سولتني على اسئله خفاف، قلت لي فين تمشي، قلت لها بروكلين نيويورك، ما بغاش نقول لها نيويورك، صافي عطيتها جمعت لها طويت بروكلين نيويورك نيشان، بلا ما تعاود تسولني على شي حاجه ديتاي اخر. وقلت لي عاد من تمشي، قلت لها عند ماي كازن، صافي ولد عمتي، قلت لي شنو هو، قلت لي قلت لي امتى تمشي هو، قلت لها 2005، كون سولتني على لاطات بالضبط كنعطيها. صافي اخويا هادشي اللي كاين، قلت لي واش مزوج، قلت لها لا، قلت لي واش عندك الدراري، قلت لها لا، قلت لها نيفر، وركت على ديك نيفر. صافي اخويا وسولتني شنو اخر، قلت لي واش عندك شي مشكل مع البوليس ولا شي حاجه، حتى ما كان. انا نكمل لك في اوديو اخر، التليفون قريب يطفي، اسمح لي كمال اخويا راه انا نكمل لك الاوديو. صافي منين قلت لي واش عندك شي مشكل مع البوليس، قلت لي لا، قلت لي صافي هادشي اللي قلت، وقلت لي كونغراتيليشن يور فيزا از ابروفد. صافي هو ترجم لي هذاك السيد، قال لي الدوسي ديالك مزيان، غادي تاخد الباسبور ديالك في عامك سنين السيمانة. صافي هادشي اللي كاين، وبين قوسين انا راه كتبت لاحظت تماك وكلشي داخل، انا باش لاحظت باش نفيد الدراري، اجراء اداري اخويا تعطى لجوج الناس، واحد ما عارفش ما تعرفش كيفاش يهضر، هادي جوج وتكوسيل، يعني ما تمشيوش يراجعوا التيست ديالهم، ما تراجعوا ما تمشيوش مبريباري من الاخر، زعما عندك من الاخر او فقاي الدراري ما كاينينش في جروبات كاع ديال الواتساب ولا شي مجموعه كاع، ما داخلينش ليهم كاع الدراري، تبارك الله عليه يضرب لونغلي كلشي كوريكت، ولكن ما جيبش هذيك شهاده البوليس ديال روسيا، ضربها في روسيا ما جابش، قال لي هاد المونيك قال لا انت لا تمشي راسك، نورمالمون خصك تكون عندك هاد الشهاده حيت شفتي بالتيست شو. وصافي هذا ما كان اخي،
اغلبيه اللي عندهم اجراء اداري ما عارفش يهضر ولا ما كاينش في الجروبات. هذه بين قوسين وراه ما تيضرهمش. قنصل تيدير خدمته والقنصله تدير خدمتها، عرفتي تجاوب شخصيتك راه ما كاين حتى مشكل. وانا تنصح الدراري اسهل حاجه تمشي تاخذ المقابله بطريقه عاديه جدا كاي اونتروتيان دوز بالنسبه للدراري اللي دوزوا لي اونتروتيان عادي، وغادي تكون بشخصيتك بالثقه في النفس ديالك غتجاوب. كاين دي كيستيون ديريكت اه لا، وكاين دي كيستيون تيكسبليكي فيهم وما تطولش، اكسبليكاسيون مختصر فيها المفيد. وانا تنصح الدراري يخلطوا داك التيست ديالهم، يخلطوا ورقه وسيرو، امتاش خديت الدبلوم، امتاش خديت الباك، فلان في دير النهار والشهر وكذا تعقل عليه. الدبلومات كيدير الشهر وكذا وهادي، وعاوتاني الاكسبيريونس تا هي دير الشهر وكذا. هاديك كاع داكشي لي في دازي كتبو لك في ورقة العام لي فتيجي، وكل عام مثلا الدبلوم دير فيه شحال كان عندك من عام، البكالوريوس شحال كان عندك من عام، امتى بديتي خدمة دير شحال كان عندك من عام. راه ساهل، ما تقولش انا ما نقدرش نعقل على هادشي، لما كنتي تعقل على هادشي عرف راسك راه انت راه ماشي انتريس، ماشي جدي باش تاخد الفيزا وداكشي، خصك تعقل اوبليجي. هذا ما كان، والله يوفق الجميع. وبين قوسين تنصح اي واحد يجيب شي صباط مرتاح فيه، البنات بهذاك الشيء ديال الطالون والميك اب وداك الشيء راه ما عنده باش ينفعكم، ما ميك اب سيرتو الطالون غيمحنكم، حيت الاجراء طويل وخصك شي حاجه مرتاحه، سينو غادي تقدرش تبقاي واقفه تحيدي الطالون ما بلا ما ساقون صرا ما تيشوفكش، تيشوفك عند النص ديالك الفوقاني، يعني راه الطالون ما عنده باش يفيدك. لا كانت الا كنتي غادي على ود الكونس باش يشوفك الطالون، والميك اب راه شي حاجه شخصيه تتبقى لك، ولكن انت ورا ما عنده باش يفيدك. اللي غيفيدك هو كيفاش تهضر، كيفاش لبسو مزيان ما فيها باس نقي، ويسي وما تلبسوش شي شورت مكتوبه باللونجلي ولا بشي لغه اخرى تكون فيها راسيست وشي لعيبه صافي، ودخل توكل على الله، صليت وزركي عطيت الاستخاره، او ربي يوفقكم والله يرزقكم ويرزقكم الفرحه. وتنشكر من هذا المنبر كمال، وتنشكر خصوصا خويا الحسين فلوريدا الله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار هذا، هو السي عبد الرحيم واي واحد وكاع الدراري عشنا معاهم هاد العام ونص تقريبا كاع الميحان ديال اجراءات القرعه، ديال اجراءات القرعه طويله ولكن الحمد لله كاين الريزلت في الاخر. وشكرا لك اخويا كمال وكاع الدراري، والله يوفق اي واحد اللي محتاج شي كيسيون ولا شي حاجه رانا مستعد نجاوب يا اخي. الله يوفق اخويا انا كنت نسمعوا اوكي اخويا كمال انا نجاوبك على هذا السؤال. فوق شاش تفعل القرعه وشحال مره؟ تسعود مرات القرعه السنوات الاولى خي. اوكي اخويا كمال انا نجاوبك على هذا السؤال. بالنسبه لي انا دفعت اخي 9 مرات البرع السنوات الاولى اخي، مع اغلبيه السنوات ما كنتش نقلب ولا كنت تضطري الروسي، كاين السنوات الاخيره بديت نقلب شي 4 سنين خصوصا في الدي في 21 تما فين صاحبي مشى صافي. ما كنت وقفت معاه واش تما ديك الاجراءات كاملين تصيفطنا انا والدراري صحابي صافي. من تما بديت نتفاو وكنت جيتي فيها، وجاب الله التيسير في 2022 دي في 2022. بالنسبة دفعت اخويا بقات شي 3 ايام تسير القرى، كنت في خدمة نيت عطيت واحد التريكتير تصورني وقبلت داكشي طريطيت ايماج راسي، انا ماشي بدلت مواصفات باش تعرفو، غير قطعت الفون ورديت الفون بيض، وبحكم انا الدومين ديالي داكشي راه ما تيجيش باين وما تنغيرش الملامح، تنحترم كاع داكشي اللي طالبين صافي. و حتى البوا ديال لا فوتو راه فوزابل باش دوز السيت صافي، دوز صافي ونسيتها. كنبقيت بقيت رد الباب بصراحة في شهر 5 بقى عقل في رمضان، تلونسات مع 8 مع 5 مع 5 بقيت دخلت اخي قبل ما ندخل ايت الوالدة كتر الله يرحم الوالدين ديما نطلعو فيها صافي. دعت معانا مع شات عيطت على اخي بقى عقل، شاف ليك تاجي شوف راه واقيلا
ما فهمتش اللعيبة اللي طلعت هنايا، عاود قريناها، قريت انا مزيان، عرفت راسي ان انا نتاش قرا هو بحكم هو استاذ ديال لونجلي. صافي قال لي راك ربحتي، عيطت انا الدري صاحبي قلت له ربحت، قال لي غتمشي لتحت، قال لي صيفط لي سكريني تاني، صيفط عليه شاف الرقم. اذا اخواني اخواتي بلا ما نطولوا، يعني المفيد راه قالوا. شكرا بزاف الدي سريده، كنحييك بزاف. شكرا للاخ حسين ولا الدراري اللي كيساعدوا كاملين في القرعه الامريكيه او بصفه عامه الهجره الى امريكا. فالحمد لله الاخوان تبارك الله راه كيديروا اكثر من مجهدهم باش يحاولوا يوصلوكم المعلومه الصحيحه ويعاونوكم، يعني لا بالقليل لا بالكثير، في سبيل انكم توصلوا لهذا البلد بخير وعلى خير وتستقروا كما بغيتوا ان شاء الله. فاذا نتمنى التجربه ديال السريده، يعني راه هضر على بزاف ديال النقاط، وشي نقاط الاغلبيه ديال الاخوان ما كينتبهوش ليهم، وهما راه مهمين جدا جدا جدا. فاتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، الله يسهل الامور على كل واحد. ومازال غادي نزيدكم تجارب ديال الاخوان لعل وعسى ان شاء الله كل شيء غادي يستافد وكل شيء غادي يمشي يدوز المقابله. والهدف ديالنا كاملين من هذا الشيء كامل هو تحصلوا على داك التاشيره، الفيزا تكون في جيبكم، فيزا تكون في يديكم، هذا هو الهدف الاسمى وجه ان شاء الله لهنايا. فالله يسهل على كل واحد، وحاولوا انتم عاونونا غير يعني بارطاج المعلومه ديال الاخوان باش يوصلوا كما قال الاخ رضا. وانتم كهضرت على هذا الشيء من قبل، وهو عاوتاني سيدي اكد عليها ان كاين اخوان مازال ما داخلينش جروبات، ما عارفينش معلومات، ما بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كيأثر عليهم، لانه كيصحاب له راه هو عارف، ولكن يقدر مثلا شاف فيديوهات قدامين ولا شي حاجه، ما عندوش واحد الابديت، واحد التحديث ديال المعلومات والاجراءات الى غير ذلك. فالله يسهل الامور على كل واحد كما يحييكم. وما تنساوش ربما ان شاء الله راه المواعيد في الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم، هذا دابا اللي شفناه هنايا ربما راه استفدوا منهم دول واحدين اخرين، ولكن باذن الله غالبا كما قلت لكم الثلاث ولا الخميس كيخرجوا المواعيد، فنشوفوها الثلاث ولا الخميس واش فيها شي مواعيد ان شاء الله ولا لا. الله يسهل الامور. السلام عليكم.